ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير فكرتي إني تركتك؟ هذا الشيء مستحيل يصير. شوريا بترجاك أنا ما فكرت بهذا الشيء ولا رح فكر فيه. لبقى تحاكيني إذا أنت مانك واثق فيني. أنا كنت خايفة عليك بس. أنا آسفة شوريا، ما كان قصدي اجرحك واحكي هيك. مو مشكلة مهيك، أنا كان عندي شوية شغل لهيك رحت فجأة، وما تخافي أبدا أنا ما رح أتخلى عنك بحياتي، خليكي واثقة. شوريا متأكد إنه كل شي منيح؟ إيه كل شي منيح وكل شي رح ينحل وعن قريب كتير. باي، بحبك. أنا متأكدة إنه شوريا صايرة معه شي مشكلة. لو كنت قد المسؤولية كنت نفذت هالمهمة السهلة. ثلاث مرات حاولت انك تقتل شوريا كنا، بس كنت تفشل دائما. ما عم افهم كيف هيك بينفذ منك على طول. وانت يلا روح من وشي، وإياك ترجع تورجيني وشك هاد مرة تانية. روح سانجي. ليش عم يجيب عالم بلا فايدة؟ شو بدي اعمل؟ كيف رح أقدر أمنع مهيك تدخل على حياة شوريا بعد اليوم؟ لازم لاقي شي طريقة. فراق خلقنا. تتوقع كتير منا. كانت هلأ قاعدة بغرفتها وتطلع ايمت ما بدها. خلص لا تاكلي همها بنتي. حياتي ما شفت حدا مثلك ما عنده صبر بالمرة ولا بيستنى. أنا أجيت لشوف الخالة كانتا شوي. ممكن أحكي معها شخصيا؟ 5 دقايق مو أكتر. لا شوريا لا، رجاءً لا تحاكي بهذا الوقت.
يعني أنا بخاف تزعجك بحكي أو إنه مثلا. شلون يعني تزعجني؟ خلص رح خليها تروح. بتمنى إنه ما تصير مشكلة هلأ. أنت رجعت إجيت؟ ما كفاك اللي قلته مبارح؟ الناس ما بيوثقوا فيني كتير، ولا أنا متعود إني أوثق بأي حدا حتى. بس بعدين مهيك فاتت على حياتي، وبسببها أنا تعلمت إني أوثق بالعالم كله وبالحياة كمان. خالتي، أنا قلتلك من قبل إنه سعادة مهيك من أولوياتي، وسعادتها بإيدك، بإيدك أنت يا خالتي، لأنه مهيك بتحبك أكتر من حالة حتى، ومن شان سعادتها أنا قبلت بكل شروطك. صار له زمان فايت لعندها، شو اللي عم بيصير جوا؟ ما بشتغل بصدق، لما بشتغل كل تركيزي بيكون بشغلي، أنا بفكر بحالي وبس، وبفقد أعصابي، عن جد ما بعرف شو اللي بيصير معي، وفوق كل هالشي بدمر حياة الشخص اللي أنا بكون معصب منه وبدمر حالي معه كمان. وهلأ لما حبيت عن جد، أنا متأكد يا خالتي إنك رح تفهمي قديش رح أسعدها لمهيك. صدقيني أنا بدي مليلة حياتها لمهيك بالحب. سعادتها هي الشيء الوحيد اللي بيهمني، وسعادتها من سعادتك أنت يا خالتي. ليكي أنا بعرف إنك مهتمة بمستقبلها، وليكني عملت اللي بدك اياه، نقلت كل شي بملكه، حتى البيت تبعي أنا، ورصيدي بالمصرف والمطعم كمان والسيارة، شو فيهن؟ كلياتهم أنا حطيتهم باسم مهيك. وطبعا بعد الزواج حياتنا رح تكون مليانة حب، كمان رح يكون عنا أولاد، و50% من ثروتي لإلهم. أنا وعيلتي ما رح يكون في إلنا أي حق بالممتلكات هي. ثروتي صافية بتطلع تقريباً حوالي 1.5 مليون روبية، وكل ثروتي هي هي لمهيك ولولادنا اللي رح نجيبه. خالتي، مو أنتي كنتي خايفة إني أتخلى فجأة عن مهيك أو عاملها بطريقة سيئة؟ حتى إنك خفتي كمان من إني أعمل شغلات ممكن إنها تدمر مستقبلها لمهيك وتزعجها. ليكي، هلأ أنا قضيت على كل مخاوفك، وكمان حليت كل مشاكلك يا خالتي، بس في شي لسه ما نقلته على اسمها لمهيك. تقريباً 50 قطعة من تيابي. لك بتعرفي تيابي ما في منهم أي فائدة لمهيك. ما بتعمل بس لأنك فكرتي إنه شوريا ما بيقدر يتغير، أنت حبستي، ومشان هيك أنت اتهمتي الظلم كمان. لك ما عم صدق انك نفس المرة اللي تزوجتها من زمان. كنت مشغولة بأخطاء شوريا كنا، بس ضليت متجاهلة صفاته المنيحة. شو يلي صار لي انا ما بعرف.